شيخ الأزهر يشارك في الملتقى الثاني للحوار بين حكماء الشرق والغرب، والذي بدأت فعالياته اليوم في فرنسا. روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في داريا وفي الغوطة الشرقية بسوريا لمدة 72 ساعة اعتبارا من الخميس. استئناف اللقاءات المباشرة بين وفدي الحكومة والمتمردين اليمنيين في الكويت ومعارك عنيفة في الجوف باليمن والقوات المقاومة يقطعون خط إمداد الميليشيات في الغيل. عشرة ظهرا هنا في القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية جديدة على شاشة النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم. خلال كلمتي أمام الملتقى الثاني للحوار بين حكماء الشرق والغرب والذي بدأت فعاليته اليوم، طرح شيخ الأزهر مفهوم العالمية كبديل للعولمة، مطالبا أبناء الشرق بضرورة بشطري الأوسط والأقصى بإعادة النظر في فهمهم للحضارة العربية والغربية وما تحمله من قيم إنسانية. على أن العالمية التي نتطلع إليها كبديل عن العولمة لإنقاذ العالم من المآسي التي يتردى فيها شطره الشرقي الأوسط والأقصى، تفرض علينا نحن الشرقيين في المقابل إعادة النظر في فهمنا للغرب وتقييم حضارته واكتشاف ما يسكن هذه الحضارة من قيم إنسانية مشتركة. وطالب شيخ الأزهر بضرورة الأخذ على يد من يتطاول أو يخرج عن حدود الله، ومحذرا من التهاون في ذلك أنه سوف يؤدي إلى المزيد من الدمار. خروج منهم على حدود الله في كونه، فعلى الباقين أن يأخذوا على يديه، وإلا فسوف تغرق سفينة الإنسانية ويكون مصيرها الهلاك والدمار، وهذا ما يخشاه الآن ويحاذره عقلاء السياسة وأرباب العلم والفكر شرقا وغربا. ومتابعة المشاهدين، ينضم إلينا من باريس موفد التلفزيون مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، كيف تابعت فعاليات الملتقى الثاني للحوار بين حكماء الشرق والغرب وأهم ما جاء في كلمة شيخ الأزهر؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بموفد التلفزيون مصطفى عبد الفتاح. ننتقل إلى الدكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر. دكتور عبد المقصود، الكلمة التي ألقاها يعني شيخ الجامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أبرز الرسائل التي استوقفتك خلال هذه نعم نعم دكتور عبد المقصود، كنت أسألك عن الرسائل والنقاط، تفضل يا فندم. أهلا وسهلا بكم وبقناة النيل للأخبار، وهي قناة تتميز بالمصداقية الدائمة. نشكرك يا فندم. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة أن هذه الجولة من فضيلة الإمام الأكبر حكيم حكماء العالم، هذا الرجل وهذه الشخصية العظيمة التي انتقلت بالإنسانية كلها، خاصة في هذه الفترة الأخيرة، سواء في زيارته لنيجيريا أو في زيارته للسنغال أو للفاتيكان أو لفرنسا، وقبل ذلك زيارات متعددة لأصقاع بعيدة من العالم. هذه الشخصية النموذجية، شخصية فضيلة الإمام الأكبر، ثراء ليس لمصر فقط وليس للأزهر الشريف فقط، بل إن شخصية الإمام الأكبر أحمد الطيب شخصية ثراء للإنسانية كلها. ولو تتبعنا كلماته الطيبة من الشيخ الطيب، هذه الكلمات الطيبة التي تدعو البشر كلهم على اختلاف أديانهم على اختلاف مذاهبهم إلى نبذ الفرقة والخلاف. وتأملي معي سيدتي
قوله إن أحدا لم يغرق وحده، بل إن الإنسانية كلها ستغرق. أرأيت حكمة تضارع وتماثل هذه الكلمة الطيبة من الطيب التي قالها من أجل ليس إنقاذ المسلمين، ليس إنقاذ المسيحيين، ليس إنقاذ البوذيين، بل إنقاذ الكرة الأرضية كلها؟ نعم. طيب. هذه الشخصية العظيمة يجب أن نسلط الأضواء عليها، لأن شخصية الطيب في حقيقة انتقلت بمصر وبالأزهر الشريف وبالإسلام إلى أصقاع بعيدة حتى يفهم هؤلاء الناس ويتفهموا موقف الإسلام الصحيح. نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد المقصود باشا، أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر. وانضم إلينا أيضا من باريس موفد التلفزيون المصري مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، كيف تابعت فعاليات الملتقى الثاني للحوار بين حكماء الشرق والغرب، وكذلك فيما يتعلق بجدول أعمال شيخ الأزهر اليوم خلال هذا المؤتمر؟ يعني انتهت فعاليات الجزء الأول من ملتقى الملتقى الثاني حكماء الشرق والغرب، وذلك بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الصيف شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين. وخلال الجزء الأول تحدث فضيلة الإمام في الكلمة الرئيسية للمؤتمر، هذه الكلمة التي قبلت بتأييد وترحيب كبير من الحضور ووسائل الإعلام الموجودة، حيث هناك العديد من وسائل الإعلام الفرنسية التي تتابع نشاط فضيلة الإمام في العاصمة الفرنسية باريس. هذه الكلمة التي تحدث من خلالها فضيلة الإمام عن أهمية السلام، وأن السلام هو الهدف الأسمى للجميع، ولا بد أن يتحقق هذا السلام من خلال العديد من آليات العمل، والتي من أهمها الحوار ما بين الثقافات والأديان المختلفة، وأيضا تحقيق التعايش المجتمعي بين كافة شعوب العالم. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الصيف خلال كلمته حرص أيضا على أن تكون هناك كلمة عن القضية الفلسطينية ومحاولة تهويد القدس، وطلب الدول الإسلامية وطلب الدول الغربية أيضا بالتصدي لمحاولات القدس والعمل على حل القضية الفلسطينية. أيضا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الصيف ركز خلال كلمته عن ظاهرة الإرهاب، وأن هذه الظاهرة لابد أن تواجه بتصدي حازم من الجميع، وأن يتحمل صانع القرار مسؤولياتهم، والجميع أيضا أن يتحمل مسؤولياتهم خلال الفترة القادمة للتصدي لهذه الظاهرة التي تضرب العالم وخاصة العاصمة الفرنسية التي نالها الإرهاب خلال الفترة الماضية، وخطورة الإرهاب على شعوب العالم أجمع. أما بالنسبة للقاءات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الصيف خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، اليوم في تمام الساعة 5 من المنتظر أن يكون هناك لقاء لفضيلة الإمام مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، هذا أيضا بالإضافة إلى عديد من اللقاءات الجانبية والتي سنتابعها خلال الأيام القادمة على فرض. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة، موفد التلفزيون المصري إلى باريس الزميل مصطفى عبد الفتاح، بشكرك شكرا جزيلا. أجرى النائب العام اتصالا هاتفيا بنظيرته الفرنسية في إطار التنسيق والإعداد لتنفيذ المساعدات القضائية التي طلبتها النيابة العامة المصرية من باريس، والمتعلقة بالمعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بطائرة مصر للطيران خلال الفترة التي مكثت فيها الطائرة بالمطار الفرنسي وحتى خروجها من المجال الجوي لفرنسا. في السياق ذاته أرسل النائب العام المصري طلبا للسلطات القضائية اليونانية للإفادة ببيان المحادثات التي تمت بين طاقم الطائرة المصرية وأبراج المراقبة الجوية اليونانية، وسؤال مسؤولي المراقبة الجوية عن معلوماتهم بشأن هذا الحادث. هذا وقد أعلنت البحرية الفرنسية عن وصول سفينة دورية تابعة لها إلى منطقة البحث عن حطام طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط خلال عودتها من باريس إلى القاهرة. وكانت السفينة الدورية الفرنسية قد غادرت مرفأ تولون بجنوب فرنسا الجمعة الماضية، وعلى متنها متخصصون ومعدات رصد للصندوقين الأسودين للوقوف على ملابسات تحطم هذه الطائرة التي أقلعت من مطار شارل ديغول.
تنظم نقابة الصحفيين اليوم وقفة بالشموع حدادا على ضحايا الطائرة المنكوبة أمام مقر النقابة. طلبت النقابة جميع الصحفيين عدم التورط في تحليلات لا تستند إلى معلومات أو أدلة موثقة، وكذلك عدم ترديد ما يسوقه الإعلام الغربي مسبقا نتائج التحقيقات بهدف تغليب أهداف سياسية وشن حملة دعائية مغرضة ضد مصر. اتخذت اللجنة الوزارية للخدمات خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات هامة في مجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والقمامة، وذلك في ضوء 9 ملفات استعرضتها اللجنة. أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين الوزارات الممثلة في هذه اللجنة لوضع رؤية مشتركة لحسم المشكلات العالقة في تنفيذ بعض المشروعات بما يسهم في تحقيق معدلات إنجاز عالية في جميع المشروعات التنموية. كما قرر رئيس الوزراء أيضا تشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم نحو تخصيص قطع الأراضي المطلوبة لبناء المدارس بمختلف المحافظات. يستكمل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اليوم استعراض عدد من طلبات الإحاطة الموجهة من عدد من أعضاء المجلس حول مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي. أشار بعض النواب إلى أن إصلاح مشكلات المياه والصرف الصحي من شأنه أن يحافظ على الصحة العامة وأن يقلل من نسب انتشار الأمراض، ما يوفر تكاليف العلاج من جهة ويحفظ صحة المواطنين من جهة أخرى. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية باستثناء المواد المتعلقة بالعلاوات الخاصة والندب والأجور، حيث سيتم مناقشتها في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري وفدا من مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي الذي يقوم بزيارة إلى مصر حاليا، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين. كان وفد الصداقة الفرنسية قد التقى برئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حيث قدم التعزية لأسر ضحايا طائرة المصرية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيكشف ملابسات هذا الحادث. متابعة تنضم إلينا من وزارة الخارجية مراسلة النيل أمل صبري. أمل، كيف تتابعين لقاء وزير الخارجية مع وفد مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. نشاط مكثف تشهده وزارة الخارجية اليوم.